السلام عليكم اخواتي، اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكون احوالكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم واحد الوصفه اللي هي متميزه، وصفه راقيه غادي تعجبكم ان شاء الله، ديال الروز اللي معمر بالدجاج على الطريقه الايرانيه. كتجي واحد الوصفه راقيه وزوينه، لا من ناحيه المنظر ولا من ناحيه المذاق. المهم تبعوا معايا المراحل حتى لاخر الفيديو وان شاء الله غادي تعجبكم. المهم بالنسبه للمكونات، عندي هنايا الروز. انا بالنسبه لي استعملت 3 ديال الكيسان، انتما كتستعملوا الكميه اللي تكفاكم انتما. غادي نغسلو مزيان حتى كيصفى داك الماء كما العاده، وديك الساعات كنزيد عليه واحد معلقه ولا جوج ديال الملح، وكنخليه كيترقد واحد المده من نصف ساعه لساعه، وديك الساعات انا كنغسلو وكنخليه كيتصفى. صافي، دابا من بعد نص ساعه انا جيت غسلته مزيان عاود بالماء، وغادي ندير هذاك الروز يتسلق في الماء طايب. تقريبا ما يطيبش لينا كامل المده ديال الطاب اللي غادي نديروه، ما بين 5 دقائق و 7 دقائق. ما يطيبش مزيان لاننا مازال غادي نطيبوه في الفران. وغادي نجي هنايا باش ندير الزعفران، الزعفران الحر. غادي ندير واحد الكميه تقريبا نص معلقه صغيره، غادي نديرو في الماء طايب المسخون باش نخليه يطلق، لان هذاك الماء غادي نستعملو في الروز وغادي نستعملو ان شاء الله في الدجاج كما غادي تشوفوا. بالنسبه للروز هو تقريبا دازت واحد 6 دقائق، مازال ما كملش الطياب، ولكن مازال غادي ندخلو الفران كما قلت لكم. انتما كما كتشوفوا الحبه ديال الروز راه كتبان من الفوق طايبه، ولكن ملي كتمسوها بيديكم مازال قاصحه من الداخل، مازال خاصها الطياب. كندير عليه شويه ديال الماء البارد وكنخليه كيتسقطر، وكنجي لهنايا باش نطيب الدجاج. في هذه المقله غادي ندير واحد الكميه من زيت البلديه، زيت الزيتون، تقريبا 5 حتى 6 المعالق كبار، وكنضيف عليها واحد البصله كبيره مشلضه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. غادي تشحر ليا واحد شويه، غادي نشحرها غير تبدا كطيح بحال هكا صافي. وكنزيد الدجاج هنايا، درت الصدر ديال الدجاج. الكميه غادي ديروا اللي بغيتو نتوما. هنايا درت الصدر ديال الدجاج، ولكن ممكن ديروا الفخيضات، ممكن ديروا دوك الجنيوحات، غير المهم اللي يطيبوا غادي تفركتوهم، غادي تحيدوا داك العظم كيف ما كنديروا عاده في البسطيله، باش تبقى لكم غير الهبره. انا كندير الصدر باش يجيني ساهل. ضفت عليه واحد المعلقه ديال الخرقوم البلدي، ودرت الملحه على حسب الذوق ديالكم، والبزار الفلفل الاسود حتى هو على حسب الذوق ديالكم. وغادي نخلي هاد الدجاج كيتشحر مزيان على خاطرو. صافي، ملي كيتشحر ليا هنا الدجاج كما كتشوفوا، كنجي باش نضيف عليه الزعفران تقريبا واحد 5 حتى 6 المعالق كبار، وكنخليه كيتشرب هذاك المرق حتى يكمل الطياب ديالو، وكنخليه جانبا. وكنمشي هنايا باش نوجد نعسل هذاك الكرامبيري ولا التوت البري، غادي نحتاج واحد الكميه منه. التوت البري المجفف الا كان عندكم، الا ما توفرش ممكن تعوضوه بالزبيب نفس الطريقه. صافي، كنغسلوه بالماء صافي، كنصفيه وكنديه باش نعسلو بنفس الطريقه كما كنعسلو البرقوق ولا المشماش. درت هنايا واحد الكاسرونه، درت فيها شويه ديال الزبده، وغادي نضيف شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير هذاك الكرامبيري ولا التوت البري يتعسل. صافي، غير يبدا يتشحر واحد شويه، وغادي نضيف عليه ثاني عاود من هذاك الماء ديال الزعفران تقريبا 4 المعالق كبار. وغادي نضيف هنايا 2 معالق كبار ديال العسل، نتوما ليكم الاختيار، الا بغيتو تضيفوا السكر ضيفوه، انا كنفضل العسل. صافي، وغادي نخليه حتى يتعسل، وغادي نخليه جانبا حتى هو. وغادي نجي لهنا باش نديرو الخليط اللي غادي نخلطو به الروز. درت 4 البيضات، هنايا عندي 2 كيسان ديال اليوغورت، غريك يوغورت ولا حتى العادي المسوس. غادي نخلطهم مزيان، هاد البيض واليوغورت غادي نخلطهم مزيان.
هاد الخليط هو اللي غادي نخلط به الرز باش الرز ما يجيناش من الداخل ناشف. غادي نضيف هنايا 3 المعالق كبار ديال الزبده و 3 المعالق كبار ديال الزيت البلديه. صافي نخلط مزيان وكنضيف من هذاك الماء ديال الزعفران. تقريبا درت واحد 5 حتى 6 المعالق كبار ديال الماء ديال الزعفران. غادي نخلط مزيان. وغادي نضيف هنايا الملح. المهم انتم كديروا قياسكم ديال الملح لان غادي تخلطوا مع الرز. صافي انا هنايا غير حولته لاناء كبير باش نقدر نخلط هذاك الرز. صافي وكنبدا كنضيف ذاك الرز تدريجيا بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. كنخلط صافي حتى كتحصلوا على هذا الخليط اللي كيكون من هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. صافي وغادي نجي لهنايا غادي نحتاجوا لواحد الطاوه اللي كتدخلوها الفران، يا اما طاوه بحال هكا اولا دوك ليمون العادي اللي كندخلوا الفران. اي حاجه كتدخل الفران غادي ندهنوا مزيان هذيك الطاوه، ضروري ما تدهنوها مزيان لان الا ما تدهناش غادي داك الرز ملي غتبغيو تقلبوه غادي يلصق لكم غادي يتشتت. المهم دهنوها مزيان. صافي وداك الكميه ديال الرز كنقسموها على جوج، كنديروا النصف الاول هو هذا اللي كنديروا في التفريشه الاولى. صافي كديروا النصف الاول كما قلت لكم غادي تبسطوه مزيان بيديكم، غادي تبسطوه مزيان كما قلت لكم باش ملي تبغيو تقلبوه ما يتشتتش. وغادي تحطوا هذاك الدجاج، غير حاولوا ما ديروش الدجاج في الجنب، حاولوا ديروا غير الوسط باش ما يخرجش لكم من الرز. صافي وغادي ندير هذاك التوت البري الكرامبيري ولا كما قلت لكم الا ما توفرش هذا ممكن ديروا غير الزبيب ماشي مشكل، كديروا اللي توفر لكم. غتخليو منه واحد الكميه باش تزوقوا من الفوق. صافي وغادي تضيفوا هنايا ديك الكميه اللي بقات ديال الرز من الفوق بنفس الطريقه، غير حاولوا تبسطوا مزيان وتقادوا مزيان وتبسطوها وتضغطوا بيديكم بحال هكا ولا بشي سباتولا باش تجيكم مقاده كما قلت لكم باش ملي تقلبوا الرز ما يتشتتش لكم.
نزيد نزينه هنايا بشويه ديال البيستاش. المهم نتوما كتزينوه بداكشي اللي توفر لكم على حسب الذوق ديالكم، وهكا كيجي هذا الطبق ديالنا رائع، لا من ناحيه المنظر ولا من ناحيه المذاق ولا القيمه الغذائيه ديالو، كيجي روعه. كما قلت لكم هذا راه طبق من المطعم الايراني اللي ما شاء الله عندهم بزاف ديال الوصفات ديال الروز. ولا بغيتوني نشاركها معكم غير خليوها لي في التعليقات، خاصه الاطباق اللي مجربه انا. المهم هذا راه كيجي اقتراح زوين، سواء الغداء الوجبه ديال العشاء كيجي رائع، وكيعجب حتى الوليدات اكيد غادي يعجبهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. هذا كيجي زوين حتى في العراضه، كيجي ديال تحمير الوجه، لا من ناحيه الشكل ولا المذاق. كتحطوه هكا الا كنتو دايرين بافي ودايرين اطباق متنوعه كتحطوه حتى هو، واكيد غادي يسولكم عليه كيفاش درتو ليه، لانه صراحه طبق متميز كتقدموه وانتم مرتاحين. المهم كتقدموه هكا على شكل كيك، كيتقطع على شكل كيك هكا مورصو دي مورصو بحال هكا، وكترافقوه هكا بشي سلطه خضراء الا بغيتو. وصدقوني كيجي داك المذاق رائع ديال التقرمشه ديال الروز مع ديك الملوحه ديال الدجاج وديك الحلاوه اللي كاينه في هذاك الكرامبيري كيجي، والمكسرات كيجي واحد المذاق روعه روعه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله يعجبكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش تشجعوني باللايك وبالاشتراك وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. خليت لكم الراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.